سلام سلام، غبرت عليكم واحد شويه. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الطويجين ديال الحوت وجدتو انا وبابا. تبعوا معايا الوصفه. هذا شو هو ياك؟ ليرو. ليرو هذا ليرو وي يا من بعد دزت باش نقاد الشرموله. سمحوا لي انيس، ما تصورتش نهائيا المقادير اللي درت في الشرموله، ولكن غادي نكتبهم لكم تحت الفيديو. خديت هذوك الطريفات ديال الحوت وشرملتهم وخليتهم يتشربوا هذيك الشرموله. من بعد خديت الطاجين، قطعت خيزو رقيق وفرشته من التحت، من بعد زدت فوق منه البصله حتى هي اللي قطعتها رقيقه، وزدت طريفات ديال المطيشه والبطاطا. من بعد خديت جوج حبات ديال المطيشه حكيتهم، وزدت عليهم نفس التوابل اللي درت الحوت، وزدت عليهم شويه من ديك الطماطم المركزه وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الماء، وخلطت مزيان هذيك هاد لاصوص هادي. وانا هكا درتها من فوق الخضره، وعاد من بعد خديت هذوك الطريفات ديال الحوت ودرتهم من الفوق، وبقات لي شويه ديال الخضره درتها معجنه بطاطا، وزدت شويه هكا فلفله من الفوق وفلفله حاره والحامض، وصافي كندير الطاجين ديالي يطيب على نار مهيله. صراحه جا الغزال كيشهي. وهنايا الطاجين ديالي من بعد ما وجد وطاب، قبلوا عليا وكنقدمه لكم بالصحه والراحه.